اليوم راح نتكلم على ما يسمى بالفورغاتين أورغان أو العضو المنسي في جسم الإنسان. هذا العضو قد يسبب لنا الأمراض أو قد يقينا من الأمراض. خلينا نشوف هذا الفيديو. مجتمع الحياة المجهرية، 100 تريليون بكتيريا موجودة في الأمعاء، 99% منها نافعة، مع أنواع كثيرة من الفيروسات والفطريات. عدد هذه الخلايا هي 10 أضعاف خلايا جسم الإنسان. الإنسان البالغ يحمل معه أكثر من 2 كيلوغرام من هذه الكائنات المجهرية. هذا العدد الهائل يحمل عدد هائل من الوحدات الوراثية أو الجينز. لكل وحدة وراثية من جسم الإنسان يقابلها 360 وحدة وراثية من هذه الكائنات العايشة في الجهاز الهضمي. تنتج الآلاف من المواد الكيميائية أثناء عملية العيض الخلوي لهذه الكائنات. مراحل كثيرة مر بها اكتشاف هذا العضو الجديد في جسم الإنسان اللي هو اسمه الميكروبيوم أو الكوميونيتي أو المجتمع الحياة المجهرية الموجودة في الجهاز الهضمي. أول من تكلم عن هذا الموضوع هو العالم إيلي ماكنيكوف، اللي هذا العالم بصراحة خلى عينه على البلغاريين، قال ليش البلغاريين يعيشون أكثر من الروس؟ أكيد في سر، وخصوصا بالريف البلغاري. راح شافهم يشربون اللبن، ببساطة اللبن هو حليب متخمر ببكتيريا يسموها اللاكتوباسيلس. فقال هذا السر، خليني أجيب هذا الحليب المتخمر اللي مسميه لبن، وأعتقد هو هذا السبب بأنه ينطي طول لحياة الإنسان. ألماني اسمه ألفريد نيسل. هذا ألفريد نيسل استدعي في الحرب العالمية الأولى وبالتحديد عام 2017 إلى كامب مخيم لجنود الألمانيين. أصاب هذا المعسكر أو المخيم بوباء يسمونه باسيلاري ديزنتري، إسهال دموي. كل الموجودين أصيبوا بإسهال دموي، وفي واحد من الجنود فقط لم يصاب بهذا المرض. اجى هذا العالم لما درس الحالة قال جيبوا لي هذا الجندي، ليش هذا ما صاب المرض؟ لما درس البكتيريا الموجودة في أمعاء لقى نوع من البكتيريا عزلها، وقال هذه السبب هي اللي تنطيه مناعة، وعالج الجنود المصابين بهذه البكتيريا من أمعاء هذا الجندي، وسمى هذه البكتيريا اسمها معروف ألفريد نيسل 1917. في عام 1965 بدأ الكلام عن ما يسمى بمصطلح البروبيوتيك، اللي هي معنى الكلمة فور لايف. معنى المصطلح هذا هو الكائنات الحية التي إذا أعطيت لكائن حي ستجلب الفائدة الصحية لهذا الكائن الحي، بروبيوتيك. بعدها ب30 سنة بدأ مصطلح بريبيوتيك. البريبيوتيك هي ألياف معينة أو نسميها سبيشال أوليغوسكرايد أو السكريات القليلة العدد، هي ألياف غير قابلة للهضم، تدخل فم الإنسان ما تهضم، لما توصل للقولون تستخدمها البكتيريا النافعة وتسوي عملية الفرمنتيشن أو التخمر لتتكاثر، فهي أشبه بالغذاء للبكتيريا النافعة. طبعا مثل ما يعرف الجميع أنه هذه البكتيريا النافعة أو مجتمعات البكتيريا اللي تعيش في الجهاز الهضمي هي معروفة أنه هي تساعد بإنتاج الفيتامينات مثل فيتامين كي يساعد بالتخثر وفيتامين B12. الآن لا، الموضوع أكثر وأكثر، تساعد في الحماية ضد الجراثيم، تساعد في تطوير الجهاز المناعي، تساعد في إحداث تغيير في الأوعية الدموية الشعرية وتكوين أوعية دموية شعرية حول القولون، تساعد أيضا في ما يسمى بإنتاج الشورت تشين فاتي أسيد اللي هي الأحماض الدهنية ذات السلسلة القصيرة. وأيضا الآن الشيء الجديد أنه هي بدأت تعمل تغييرات في الجهاز العصبي اللي راح نتكلم عليها، وأيضا تساعد في عملية تعزيز تخزين الدهون واللي هي عمليات سلبية قد تؤدي إلى السمنة. نظام الميكروبيوم المعوي يعني نظام معقد، جدا معقد.
لديه نظام عصبي، يعني بالضبط يوصف بأنه لديه نظام عصبي، ويوجد ناقلات عصبية وينتج هرمونات، وأيضا ينتج هرمون ما يسمى بالهرمون النوم اللي هو الميلاتونين، أوكي، وأيضا يرتبط بما يسمى بإيقاعات الساعة البيولوجية، يعني تنام البكتيريا فقط وفي نشاط يومي نهاري وفي النوم في الليل. لا زال موضوع إسهام هذه البكتيريا بعمليات الأمراض والشيخوخة للإنسان قيد الدراسة، ولا زالت أمور غير معروفة. كما أسلفنا أنه هذه الميكروبات لديها القدرة على التأثير على الجهاز العصبي، فمثلا قد تجعلك شديد العطش أو العطش بسرعة أو الجوع بسرعة أو الجوع بشدة أو تشعر بالرغبة إلى النوم السريع، كل هذا تتأثر فيك، التأثيرات اللي تحدث هي بسبب البكتيريا الموجودة في أمعائك. كلما زاد التنوع في فصائل هذه المجهريات وأنواعها كلما قلت الإصابة بالكثير من الأمراض، من ضمنها التهابات الأمعاء المزمنة، التوحد، السمنة، الكآبة، أمراض الحساسية، قصور الدورة الدموية التاجية، داء السكري، السمنة، وحتى الكآبة. هناك حقائق بأن استعمال الأطعمة التي تحتوي على سكريات كثيرة ودهون مصنعة، هذا النوع من الأطعمة يحدث تغييرات في نسب أنواع البكتيريا الموجودة في الأمعاء بطريقة ما يسمى بالديسبايوسيس، أو سيطرة مجموعات على مجموعات أخرى، وهذا يؤدي إلى حدوث أمراض. خلينا نشوف وظائف هذا العضو الجديد المكتشف، شنو فائدته للجسم؟ أولا استخلاص الطاقة، استخلاص الطاقة في تأثير إيجابي وتأثير سلبي. التأثير الإيجابي هو في حالات أنه الإنسان مثلا يأكل ألياف ما بها طاقة وهو بحاجة إلى التغذية، قادرة هذه البكتيريا على استخلاص 15% من الطاقة عن طريق هذه الألياف اللي الجهاز الهضمي لا يستطيع هضمها. النتائج السلبية من استخلاص الطاقة أحيانا تحدث اختلال في التوازن البكتيري اللي هو الديسبايوسيس اللي قلنا عليه، هذا ممكن يسوي فائض من الطاقة وتعزيز تراكم الدهون، وقد يؤدي إلى السمنة وداء السكري. عملية التخمير في الجانب الإيجابي اللي هو داعم للجهاز المناعي، وثانيا إنتاج الأحماض الدهنية ذات السلسلة القصيرة. الجانب السلبي اختلال التوازن البكتيري، أمراض المناعة الذاتية الأوتوميون ديزيز واضطرابات القولون. 72% من الأطعمة المصنعة في الولايات المتحدة تحتوي على السكر المصنع الذي يزيد من احتمالية زيادة نسبة البكتيريا الضارة في الأمعاء، لذلك يجب أن نتجنب الأطعمة المصنعة. نحاول نتناول الخضار والبقوليات والحبوب الكاملة لأنها تحتوي على مادة البريبايوتيك اللي تكلمنا عليها اللي تساعد بنمو البكتيريا النافعة. نحاول أن نتناول اللبن وليس الحليب، نتناول الخضار المخمرة اللي راح نذكرها الآن، ونحاول أن نتناول الدسم الصحي اللي هو زيت الزيتون والمكسرات والأفوكادو اللي يكون فيها الزيت صحي. النظام الحياتي اللي يأثر على هذا الجهاز الميكروبيوم الموجود في الجهاز الهضمي راح نذكرها بالنقاط الآتية. أولاً مثل ما قلنا هذه البكتيريا تحتاج إلى النوم، يجب أن ننام بصورة صحيحة حتى يكون النظام متوازن في هذه البكتيريا وما تنمو البكتيريا الغير النافعة. ممارسة الرياضة يؤدي إلى زيادة البكتيريا النافعة وتوازنها. عدم استخدام المضادات الحيوية إلا في الحالات الضرورية جدا. سوء استخدام المضادات الحيوية للأطفال والبالغين إذا كانت يعني متكررة راح تؤدي إلى الديسبايوسيس أو تكاثر البكتيريا الغير النافعة. إن استخدمنا المضادات الحيوية مضطرين، نحاول بعدها نستخدم مركبات تحتوي على بروبايوتيك اللي هي اللبن المدعم بالبكتيريا النافعة، أو البريبايوتيك بكثرة مثل ما قلنا الألياف الخضراء، الخضار اللي يحتوي على الألياف، البقوليات والحبوب الكاملة. في الولايات المتحدة 70% من المضادات الحيوية اللي تستخدم للحيوانات اللي تستخدم لإنتاج الأطعمة، لذلك
الأطعمة، اللحوم، الحليب، البيض، كله يجينا في نسب من المضادات الحيوية، وهذا يؤثر على الميكروبيوم. من الدراسات الجميلة اللي أجريت على الفئران لمعرفة كيف تؤثر الأطعمة على المجهريات الموجودة في الأمعاء وكيف تؤثر على حدوث المرض، تم إطعام فأر ضعيف جدا مادة نسميها السكري، المحليات الصناعية وليس السكر، لفترة معينة أصيب هذا الفأر بالسمنة وداء السكري. بعدها بفترة شكوا أنه قالوا هل السكرية المحليات الصناعية سببت مشاكل بالخلايا والأيض الخلوي وسبب داء السكري، أم سبب تغيير بالمجهريات في الجهاز الهضمي وأدت إلى حصول السمنة وداء السكري. قالوا خلينا نجيب الفأر، فأر ثاني ضعيف، ونجيب محتويات القولون للفأر نفسه اللي أصيب بالسمنة وداء السكري ونزرعها في أمعاء الفأر الضعيف لحتى نتأكد هل البكتيريا اللي موجودة في الأمعاء هي سبب أم المحليات الصناعية. شافوا هذا الفأر أيضا الضعيف بعد ما سووا هذه العملية أصيب أيضا بالسمنة وداء السكري. بهذا نقدر نشوف شلون الطعام يؤثر على البكتيريا الموجودة في أمعائنا والبكتيريا تؤثر وتسبب المرض لنا أو العكس. بعض الأشخاص الأصحاء اللي ما عندهم مشاكل صحية والجهاز الميكروبيوم أو المجهريات في أمعائهم صحية، يتم استخلاص البكتيريا من القولون لهؤلاء الأشخاص وزرعها في أشخاص ثانيين. مثلا في مرض بالطب نسميه سيدومبرينوس انتيروكولايتس، هي حالة التهاب معوي خطيرة جدا تهدد حياة الإنسان بسبب استخدام مضادات حيوية معينة. عولجوا هؤلاء الأشخاص بما يسمى بالفيكال ترانسبلانت، يعني ببساطة محتويات القولون تصنع على شكل كبسولات أو تعطى عن طريق أنبوب التغذية اللي هو من الأنف للمعدة أو للإثنى عشري لمعالجة هذا الالتهاب الخطير اللي يحدث. من أهم عوامل الصحة للجهاز الهضمي هو ما يسمى بالدايفيرسيتي بأنواع الميكروبات في الجهاز الهضمي، يعني تنوعها وعدم سيطرة مجموعة على مجموعة ثانية. الرسالة اللي نريد نوصلها اليوم، أولا تعامل مع المجهريات المعوية كمعامل مفيدة داخل جسمك، استخدم الأطعمة التي تحتوي على الألياف دائما لأنها تحتوي على البريبيوتيك اللي وتنشط البكتيريا الحميدة، حاول تناول الأطعمة اللي تحتوي على البروبيوتيك مثل اللبن، تجنب الأدوية وخصوصا المضادات الحيوية، احرص على التنويع بالأكل. شكرا جزيلا على المتابعة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ونشوفكم على خير دائما.